الخروج من نظام الرتب في القوائم الانتخابية عكس ما كان معمولا به في السابق واحتساب الأصوات الفارغة المحصل عليها لصالح كل القائمة هو ما أعلنت عن اعتماده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من باب الإنصاف ما يكونش فيها اختيار غير الذي قام به الذي صوت، وبالتالي ما نجموش نقرروا قال له صوت على الأول ولا على الثاني، هو صوت عليهم ومن بعد الناخبين كل واحد يصنف حسب عدد الأصوات التي اكتسبها من قبل مجموع الناخبين. مثل هذه القائمة كيف يتم التوزيع ما دام تحسبت كصوت معبر عنه، كيف يتم توزيع الحصص الماء المحصل عليها، تعتبر بأن كل أعضاء اللجنة أخذوا استفادوا من هذه اللجنة وذلك من باب العدل. قرابة 1000 راغب في الترشح بين تشكيلات سياسية وأحرار تقدموا لسحب الاستمارات منذ الإعلان عن انطلاق العملية. بالمقابل تقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الضمانات لنجاح سيرورة العملية الانتخابية. 700 مثل الأحزاب وحوالي النصف للقائمات المترشحين الأحرار. الضمانات تكمن أولت في الخبرة نتاعنا في التزامنا ثم في النمط. وضع ميكانيزمات لمحاربة التزوير وإطفاء الشفافية على العملية الانتخابية هو ما تعمل على تجسيده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكسب ثقة الهيئة الناخبة عن طريق فتح المجال للمشاركة في تأطير العملية الانتخابية أمام كل الراغبين في ذلك.